السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الفيديو بتاع ازاي اسلم او استلم نظام الاطفاء بالكلين ايجنت النوفيك او الاف ام 200، بعض الزملاء سألوني وحابين يعرفوا ازاي نحسب الغاز في الغرفة، بمعنى صح ازاي اقدر انا كاستشاري مثلا ان المقاول مقدم ليا كمية غاز معينة للغرفة، او انا كمقاول ازاي مثلا اقدر اعمل رفلي كمية الغاز المطلوبة للغرفة، وبالتالي اعرف بدون ما اخش في تفاصيل الهيدروليك كالكوليشن اللي بتتم عن طريق البرنامج من الشركة المصنعة، اعرف كمية الغاز قد ايه من خلال ال NBA 2001. طبعا ال NBA 2001 هو الستاندر اون كلين ايجنت فاير اكستنجوش سيستم، والاصدار الاخير بتاعه هو 2018، وهو بيديني كل المعلومات اللي انا عايزها عن حسابات النوفيك او حسابات الاف ام 200. طبعا الاف ام 200 والنوفيك هم اشهر اتنين كلين ايجنت بيستخدموا في الحماية بالإضافة طبعا للسي او 2. لكن في الفيديو ده أو الحلقة دي هنقدم بإذن الله عز وجل إزاي نحسب كمية الغاز في الغرفة، وهنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي الغرفة بشكل رئيسي كمية الغاز بتعتمد على الكونسنتريشن بتاع الغاز في الغرفة أو نسبة التركيز الغاز في الغرفة، وحسب نسبة التركيز كل غاز سواء اف ام 200 او نوفيك او خلافه له نسبه تركيز معينه، ونسبه التركيز المعينه دي بتيجي بناء على الكلاسيفيكيشن اوف هازارد في الغرفه. وبالتالي انا عندي المعادله الرئيسيه، لو انا عندي ال ان بي اي 2001 ورحت لصفحه 19 من ال ان بي اي 2001، الاقي عندي التوتال فلادنج او توتال فلادنج كوانتيتي، اللي هي ذا كوانتيتي اوف هالي كربون ايجنت ريكوايرد تو اتشيف ذا ديزاين كونسنتريشن شال بي كالكوليتد فروم ذا فولوينج ايكويشن. فانا عندي الدبليو اللي هي كميه الغاز، الكوانتيتي اوف كلين ايجنت بتساوي النت فوليوم اوف هازارد. النت فوليوم، ومهمه جدا النت فوليوم. النت فوليوم معناها لو انا عندي مثلا مجموعه من العمدان او الـ في الغرفة، فأنا الحجم بتاعها ما بحتاجوش إن أنا أحسبه معايا، النت فوليوم في الغرفة، وده بيكون بالمتر مكعب أو الفت أو القدم المكعب حسب الـ SI يونت أو الـ US يونت. الـ V على الـ S، والـ S هي الـ specific volume of the superheated agent vapor at one atom and the minimum specified temperature. عند ال minimum specified temperature اللي هي ب الفهرنهايت او الديجري سنتيجريد، وهو طبعا بيكون بالفيت سكوير على الباوند او بالمتر سكوير بالمتر سكوير سوري الكيوبيك فيت على الباوند او الكيوبيك متر على الكيلوغرام. ده اللي هو الاس. في سي اللي هي الكونسنتريشن، الايجنت كونسنتريشن على المية ناقص سي. ده المعادله الرئيسيه اللي بنبدا بنحسب من خلالها كميه الغاز في اي غرفه على حسب نوع الغاز وحسب نوع الكلاسيفيكيشن اوف هازارد وحسب الفوليوم. وبالتالي لو كل واحد ممكن يقدر يجيب معاه ورقه وقلم ويكون قدامه الجدول ده، او ممكن يفتح اللاب بتاعه بحيث ان احنا عندنا برضو نقدر نعمل زي شيت اكسل نحط فيه المعادلة، بحيث ان انا احط الفوليوم طول في عرض في ارتفاع يديني بشكل رئيسي كمية الغاز. وبالتالي المعادلة بتاعتي هي W بتساوي V على S في C على 100 ناقص C. تمام كده؟ طيب انا بداية عندي الفوليوم بتاع الغرفة، باجي اقيس ابعاد الغرفه طول في عرض في ارتفاع، وعندي مثلا لو في بيم في الغرفه او كولوم في الغرفه ببدا اطرح
ببدأ أطرح الحجم بتاعها بحيث يديني نت فوليوم في هذه الغرفة. وبعد كده أنا مثلا عندي أنواع الكلاسيفيكيشن أوف هازارد عشان أعرف. أول حاجة عندي اللي هي الكونسنتريشن اللي هي السي، عايز أجيب السي الكونسنتريشن بتاعتي. فالكونسنتريشن بتاعتي نسبة التركيز دي هلاقيها في الـ NBA صفحة 59. أنا عندي الكلاس A في الـ Extinguishing and Minimum Design Concentration اللي هي الـ Minimum Design Concentration tested UL2166 and UL2172. عندي أنواع الغازات اللي هي الـ Agent FK5112، وده الاسم التجاري بتاعه اللي هو النوفك سيستم، يعني الـ FK5-1-12 ده خاص بنظام النوفك سيستم اللي هو نوفك 2030 1230. عندي برضو اللي هو ال HFC-227EA، ده اللي هو الاسم التجاري بتاعه اللي هو المعروف باسم ال FM200. وبالتالي عندي الكلاس A مينيمم ديزاين كونسنتريشن بيكون في النوفك 4.5، والكلاس سي برضو 4.5، وفي الـ FM200 بتكون 6.7 في الكلاس A و7 من عشرة في، أو بكون 7%، سوري 7%، 4.5% و7% من في حالة الكلاس سي. طيب إيه هي الكلاس A أو الكلاس سي أو الكلاس B؟ لو رحنا لصفحة رقم 10 هنلاقي هو هنا معرف لي الكلاس A او الكلاس B او الكلاس C فايرز. يعني هنا بيقول لي الكلاس A هي الفاير ان اوردينري كومباستبل ماتيريال ساتش از وود، الخشب، الكلوث، الملابس، البيبر، الرابر والبلاستيكس. الكلاس B فاير اللي هي الفليمابل ليكويدز، الكومباستبل ليكويدز، البتروليوم جازز، التارز، الاويل، والاويل بيزد بينتس والسولفنت اللي هي الدهانات والسولفنت والالكوهول والفليمابل جازز. الكلاس سي فاير اللي هي فيها الانرجايزد الكتريكال اكوبمنت، ودي اللي بتستخدم في معظم محطات الكهرباء. انرجايزد فليمابل انرجايزد سوري انرجايزد الكتريكال اكوبمنتس. وبالتالي انا مثلا عندي غرفه عباره عن سويتش جير روم، فانا بحدد دي كلاس سي. عندي الغرفه فيها مثلا كومباستبل ماتيريال زي الوود، زي الكلوز، زي البيبر، دي تبقى كلاس A. عندي ليكويد كومباستبل تبقى كلاس B. وبالتالي بناء على الكلاس انا بقدر اروح على اجيب الديزاين كونسنتريشن واللي هي زي ما قلنا في صفحه 59. فانا بروح اول حاجه مثلا انا اختار كلاس سي. ففي حاله النوفك سيستم انا عندي الكلاس سي بيدينا 4.5% اللي هي ديزاين كونسنتريشن، ودي اول نقطه بجيبها عندي. طيب حددت طبعا احنا قلنا الدبليو بتساوي في على اس في سي على 100 ناقص سي. وبالتالي انا في المعادله بتاعتي جبت السي اللي هي الكونسنتريشن، وفي نفس الوقت حددت النوت فوليوم بتاعي اللي هو الفي، تمام كده. وزي ما قلنا المعادله في صفحه 19 من الان بي 2001 الاديشن 2008. طيب بنزل على صفحة 62 حاجة. بص في صفحة 62 ألاقيه أعطيني total flooding quantity. total flooding quantity بالـ US units، أو صفحة 63 أعطاني بالـ SI units. ولكن بالغالب احنا بنستخدم الـ SI units، الـ temperature بتبقى بالدجري سنتيجريد، والفوليوم بيبقى بالمتر المكعب، والجاز بيبقى بالكيلو جرام. تحت الجدول ده هيديني، هاجي ابص تلاقي عاتيني
عند تمبريتشر، كل تمبريتشر معينة اعطيني ديزاين كونسنتريشن باي فوليوم بهذا الشكل. يعني عند درجة 20 بتلاقي عطيني مثلا عند كونسنتريشن 4%، عطيني رقم 5، عطيني رقم، وهكذا. انا ما يشغلنيش كل ده، كل يشغلني تحت هي المعادلة اللي هو حاططها لي دي، ال W بتساوي V على S في C على 100 ناقص C. ال temperature C اللي هي design temperature in hazard غالبا دي بتكون 21 درجة، اللي هي الدرجة الدبريتية في الغرفة. ال S اللي هي ال specific volume، اللي هو ال specific volume of FK-5 اللي هو النوفيك، approximately بتتحسب بالمعادلة دي. المعادلة دي هي S بتساوي 0.0664 plus 0.0002741 تي. وبالتالي انا باخد المعادله دي واحطها عندي في ابدا اطبقها في المعادله الرئيسيه دي، وبالتالي ابدا اجيب قيمه الاس. وعندي الكونسنتريشن، لو خدنا مثال عملي على هذا الكلام، مثلا انا عندي الاكسل شيت ده، مثلا لو انا قلت مثلا عندي مبنى مثلا اكس، مثلا مبنى الاكس ده مثلا في عندي مثلا عندي مثلا سويتش جير روم مثلا على سبيل المثال، ده مثال عامله، مثلا سويتش جير روم عندي طول الغرفة مثلا 12 متر، مثلا عندي عرضها 6 متر، يعني عندي 12 العرض بتاعها مثلا 6 متر، عندي الهايت بتاعي مثلا في بعض الغرف ينقسم إلى مثلا عندي الريزد فلور، سوري روم سبيس، عندي الريزد فلور لو انا عندي ترانش او شيء بحط ارتفاعه، عندي مثلا سيلينج فويد لو انا عندي سقف مستعار، مثلا لو انا في الكنترول روم عندي سقف مستعار ببدا احط الفوليوم بتاعي، ببدا اجيب الفوليوم بتاعي بهذا الشكل. يبقى الفوليوم بتاعي بيساوي الطول في العرض في الارتفاع. طب لو انا عندي مثلا مثلا على سبيل المثال عندي في بيمز في الغرفة مثلا، فأقول مثلا البيمز على سبيل المثال الفوليوم بتاعها مثلا بحسب مثلا طول العمود مثلا 50 سنتي في عمق 50 سنتي مثلا في عمق 20 مثلا، يبقى أقول هتساوي يبقى 0.5 في 0.2 مثلا في الارتفاع بتاعي اللي هو في مثلا 4 متر مثلا، اللي هي الروم سبيس مثلا، او واخد 4 متر ومع السيلينج بويد 4.5 على سبيل المثال. يبقى انا كده جبت البيم بتاعتي بتساوي قد ايه مثلا. عندي مثلا اقدر اقول مثلا لو انا عندي مثلا 5 بيم، طب مثلا في الخمسة بيم بتاعتي مثلا، أو الخمسة بيم مثلا لو أنا عندي كولوم في هذا الشكل، بهذا الشكل برضو أقدر أحسب. لو أنا عندي كولوم مثلا أحسب بهذا الشكل، مثلا الكولوم بهذا الشكل مثلا، لو أنا عندي طبعا البيم بيكون في الهايت بتاع الطول بتاع مثلا، فمثلا اللي هو بالطول سوري بالعرض بيكون مثلا في 6 متر. طيب لو انا برضو جيت اجيب اللي عندي الكولوم العمدان بتاعتي مثلا، حاجة بص اقول مثلا هتساوي مثلا العمدان، انا عندي العمود نص متر مثلا في عرضه مثلا 30 سنتي في مثلا ارتفاع اللي هو مثلا ارتفاع 4.5، حلو كده. طب افرض لو انا عندي مثلا مجموعة من العمدان مثلا 6 عمدان مثلا، يبقى انا كده جبت معادلة العمدان، طلع عندي الفوليوم ده. فمثلا بجيب النت فوليوم، النت فوليوم هيساوي الفوليوم بتاعي ناقص الفوليوم الزيادة عندي اللي هو سواء عمدان، يبقى انا جبت الفوليوم بتاعي بهذا الشكل. طبعا مع كميات الغاز الكبيره في كل الغرف هتجي بص عندي فوليوم
وفرت كمية من الغاز معينة طبعا. وبالتالي أنا عندي أحط برضه درجة الحرارة اللي أنا بشتغل عندها، عايز أشتغل على 21، ولو أنا أقدر أحدد درجة الحرارة من خلال مواصفات التكييف في الموقع مثلا، لو درجة حرارة معينة أقدر أحطها 21، هنا بفترضها 21 كما في الغالب يعني. طبعا عندي السبيسيفيك فوليوم، السبيسيفيك فوليوم هيساوي بالنسبة مثلا للنوفك زي ما قلنا بيساوي 0.0664 في ال 0.002741 في التمبريتشر اللي عندي اللي هي درجة الحرارة. وبالتالي بجيب أنا السبيسيفيك فوليوم. نسبة التركيز طبعا زي ما اتفقنا بنجيبها من ال NBA 2001 اللي هي بتكون في صفحة 59 زي ما اتفقنا. بجيب في حالة الكلاس سي أو الكلاس إيه بجيب 4.5، وبالتالي أنا بجيب نسبة التركيز بتاعتي. طيب يبقى بقول الدبليو بتاعتي، الدبليو اللي هي كمية الغاز، التوتال غاز ريكوايرد مثلا. لو أنا عندي اسطوانتين مين وريزيرف فبحسب على المين الأول وبعد كده بضرب في 2، فالكيلو جرام اوف ايجنت ريكواير بير كيوبيك متر اوف بروتكتد فوليوم تو بي بروديوس انديكيتنج كونسنتريشن ات تمبريتشر سبيسيفايد اللي هو الدبليو في على اس في كذا كذا. فبقى اطبق المعادله بتاعتي بقول انا عندي كميه الغاز بتساوي الفوليوم على الاس في على الاس، وبعدين بطبق بقول في سي على 100 ناقص سي. تمام كده، في سي على 100 ناقص سي، وبالتالي هتديني كمية الغاز بتاعتي بهذا الشكل. يبقى في حالة مثلا المين وريزيرف يبقى هتساوي طبعا في كمية الغاز مثلا. طيب لو انا عندي مثلا عايز احدد الاسطوانة بتاعت السايز اوف سلندر مثلا سواء 343 مثلا او 180 او 106 او 52، بحط السايز بتاعي. عندك الماكسيمم فيلينج حسب جدول المصنع مثلا، هتيجي تبص تلاقي الاسطوانه 343 بتتعبى مثلا بكميه غاز معينه، ف مثلا 80% من الاسطوانه والباقي بتعبى نيتروجين، بتضغط نيتروجين حسب نسبة التعبئة في الأسطوانة دي، بحدد كمية الكيلوات اللي هتكون في الأسطوانة. وبالتالي بجيب أنا بقسم كمية الغاز على عدد الأسطوانات، وبالتالي بجيب عدد الأسطوانات عندي. بعد كده أقدر أحط مثلا كمية الغاز مثلا، أو أقدر أجيب بادجت برايس زي ما أنا عايز مثلا للغرفة بتاعتي. تمام كده، بكل بساطة أقدر أعمل إكسل شيت أحط فيه البارامتر بتاعتي. كل الموضوع إن أنا أحط فيه الفوليوم بتاعي وأحط الفوليوم اللي هينشال، وبالتالي تطلع لي كمية الغاز اللي أنا محتاجها، بحيث إن أنا لو أنا استشاري واتحطت قدامي مثلا هيدروليك كالكوليشن مثلا معمولة عن طريق البرنامج، أقدر بكل بساطة أبص في الكالكوليشن في كمية الغاز، أعرف بدون ما احتاج البرنامج او اراجع البرنامج. تمام كده. طيب بالنسبه مثلا لو انا جيت احسب مثلا لو انا قلت مثلا عايز احسب مثلا ده نوفيك مثلا، النوفيك مثلا، طيب عايز احسب بقى للاف ام 200 بهذا الشكل. الاف ام 200 بنفس الكلام مثلا، لو انا عندي غرفه مثلا سويتش جير بهذا الشكل هنحط ابعاد الغرفه نفسها. كل الموضوع ان انا هاجي على ال ان بي اروح لصفحه رقم 70. طبعا دي كل دي الايفيدنس اللي بتبقى معايا عشان خاطر احسب بيها الغاز. انا بعرف عايز اعرف كل مكون من مكونات المعادله بيجي منين،
فانا مثلا عايز النظام ال اف ام 200 او غاز اللي هو الاتش اف سي 227 اي اي ده اللي هو الاف ام 200، بروح على المعادله بتاعته ببدا الاقي ان عندي السبيسيفيك فوليوم مختلف، السبيسيفيك فوليوم مختلف اللي هو اس بتساوي 1.8. يعني لو جينا مثلا نعمل مقارنه مثلا ما بين الاف ام 200 كميه الغاز بتاع الاف ام 200 وكميه الغاز بتاع النوفيك مثلا لنفس الغرفه، وبالتالي هناخد المعادله دي مثلا اعمل مثلا نعمل ايديت مثلا تكست اجي اخد مثلا اللي هي اخد السبيسيفيك فوليوم، او نقدر نقول مثلا السبيسيفيك فوليوم بيساوي كذا اهو بهذا الشكل مثلا. يبقى انا خدته اهو، هرجع تاني برضو للملف الاكسل اجي على سبيسيفيك فوليوم مثلا اجي هنا احط البتاع واقول هيساوي واضرب ده في تي اللي هو درجة الحرارة، وبالتالي هيديني السبيسيفيك فوليوم بتاعتي اللي هو بهذا الشكل. طيب لو انا عندي مثلا نفس البارامتر بتاعتي كده اهو اللي هو النت فوليوم بهذا الشكل تمام كده، يبقى انا عندي درجة الحرارة نفسها وعندي السبيسيفيك فوليوم نفسه، اروح على الكونسنتريشن بتاعتي على برضو كلاس سي نفس الغرفة كلاس سي لكن بـ FM 200 اللي هي زي ما احنا قلنا اللي هي بتبقى في صفحة اللي هي 59. فلو رحت لصفحة 59 بهذا الشكل بلاقي نسبة التركيز بتاع الـ FM 200 7% نفس الكلاس، وبالتالي برجع أحط نسبة التركيز بتاعت 7% وأبدأ أحسب كمية الغاز بتاعتي. بهذا الشكل طبعا في هنا غلط معين، خلينا نشوف ايه الغلط اللي هنا. انا عندي دي ودي 7 ودي في 7، انا عندي الفوليوم في الاو اللي هي نسبة التركيز على 100 ناقص نسبة التركيز على ان اللي هي السبيسيفيك فوليوم. طبعا مش معقول تطلع 71 كيلو جرام بس، تطلع اكتر من كده، وبالتالي خلينا تاني هنا 4.5 مثلا تطلع 44. درجة الحرارة احنا بنضرب 1.85 ارجع تاني على صفحة 70 صفحة 70 انا شغال باليو اس يونتس سوري بالاس اي يونتس اللي هي بتقول لي الدبليو بتساوي على اس اف سي على 100 ناقص اس. انا عندي اكد بس على المعادله دي الاس هتساوي او 1269 بلس 5 من 10000 في التمبريتشر
وبالتالي ارجع تاني للشيت بتاعي وابص على المعادلة بتاعتي. صحيح كده، انا عندي المعادلة دي فيها مشكلة، الرقم ده فيه مشكلة، اللي هو بيساوي 0.269 بلس، هنا في صفرين سوري 5، يساوي بهذا الشكل سوري، هنا مفيش 10، هنا مفيش 10. كده مظبوط صح، يبقى كانت الغلطة هنا. طيب ارجع تاني للان بي سوري، الان بي 2001، انا عندي المعادلة اهي بهذا الشكل. انا سوري، انا كنت واخد المعادلة في الـ سوري اليو اس يونتس، بس احنا ماشيين كله على الاس اي يونتس، اللي هو الغاز بالكيلوغرام والفوليوم بالكيوبيك متر. وبالتالي انا عندي الاس بتساوي 0.1269 بلس 5 من 10,000 في التي، واللي طبقناه هنا بهذا الشكل 0.1269 بلس 5 من 10,000 في ام 4 اللي هي التمبريتشر، وعندي نسبة الكونسنتريشن بتاع الغاز 7%، وبالتالي هتديني 1025. يعني بمعنى صح، لو انا بحمي نفس الغرفة بغاز ال FM200 فانا محتاج غاز اقل من النوفيك ب ناقصتين حوالي 196 كيلو. يعني لو قسمنا ال 196 كيلو على كمية الغاز، بكمية الغاز بتقل حوالي 16%، تمام كده. وبالتالي انا عندي طبعا ال FM200، في الفرق بين ال FM200 والنوفك، الاثنين مستخدمين، لكن ال FM200 اصبح ان هو بيعمل لي جلوبال وورمنج، لانه بعد اطلاق الغاز بيتم بعد اطلاق الغاز، الغاز بيقعد في الهواء الجوي لمده 36 سنه، وبالتالي بيأثر على الاحتباس الحراري. ده اول نقطه. تاني نقطه، ال FM200 عباره عن غاز، لكن النوفك سيستم عباره عن سائل، وبالتالي انا في حاله الشحن اقدر اشحن النوفك سيستم بسهوله جدا في كونتينرز واجي اعبيه في اي مكان في الاستيشن بتاعته، طبعا بكل يقول ستيشن يعني. لكن ال FM200 بيجي غاز كاستمايز، بيجي متعبي في اسطواناته من بره، فبياخد حيز اكبر. دي نقطه. النقطه الثانيه، اقدر مثلا لو انا عندي مشروع في مثلا 100 غرفه مثلا، اقدر احتفظ بستوك مثلا من الغاز النوفيك كسائل، احتفظ بيه كسائل، ووقت ما حصل تفريغ الاسطوانات اقدر ابقى اعبيه في الاسطوانات عن طريق مكنه معينه، وابدا اضغط النيتروجين اوصله للضغط ال 24 بتاعي، تمام كده. ده مثال زي ما احنا قلنا لطريقه حساب ازاي احسب كميه الغاز، او اعرف من خلال الفوليوم عندي الغرفه دي كميه الغاز بتاعتها كام، بحيث ان اتاكد ان الغاز ده كافي لاطفاء الغرفه. طيب في عندي حاجه تانية، طبعا الغاز ال FM200 والنوفك الاثنين ضغطهم بيكون 24 بار. يعني مثلا لو رحنا لصفحه 39 في الان بي اي، مثلا في الان بي اي بيقول لي غاز اللي هو النوفيك التوتال بريشر جيج بتاعه عند 70 درجه فهرنهايت 360 بي اس اي. لو قسمنا 360 بي اس اي على 14.75 هتديني 24 و 4 من عشرة، حوالي 24 بار. وبالتالي انا عندي الاسطوانه بتاعتي بتاعت غاز النوفيك او غاز ال اف ام 200 بتكون فيها نفس الكلام، حوالي بيكون 360 بي اس اي او 24 بار. طيب وبالتالي انا عايز المواسير بتاعتي اللي انا احتاجها لهذا النظام
ايه المواسير بتاعتي في الحاله دي، او ضغوط المواسير والفيتنج في الحاله دي. ضغوط المواسير والفيتنج حاجه بص الاقيها في صفحه 54. لو انا رحت صفحه 54 حاجه بص هتلاقيه بيقول لي البايب اند فيتنج. فالاول هالو كربون ايجنتس اف ام 200 النوفيك و و و اقدر استخدم لها الكلاس 3000 فيتنج لحد 3 بوصة، او استخدم الجروف فيتنج لحد 6 بوصة. تمام كده، يبقى انا بستخدم وفي الغالب بستخدم مثلا لغاية 2 بوصة بستخدم الثريدد فيتنج اللي هي كلاس 300، وبعد كده بقدر استخدم مثلا الجروف فيتنج اللي هي الفلانج سوري الجروف فيتنج بشكل عام يعني الى 6 بوصة. طبعا بشكر حضراتكم جدا 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 يعني، ولو حد عنده سؤال في هذا الموضوع او محتاج يفهم اي نقطة تانية يا ريت يراسلني وانا تحت امره في اي وقت. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.